السلام عليكم، أنا داني كناني من فريق سكون، وأعضاء الفريق شهد بالخشر وأسماء الوعي، مشرفة المشروع دكتورة أروى باصبرين. يهدف نظام سكون إلى حل مشكلتين أساسيتين. أول مشكلة أنه في فئة من المجتمع يواجه صعوبة في التعبير عن مشاعرهم واحتياجاتهم، كالمصابين بالشلل التام. هذول المرضى عندهم مقدمين رعاية يقدموا لهم الرعاية بشكل مباشر زي الأهل، أيضا يواجهوا صعوبة في فهم احتياجاتهم ومشاعرهم خلال اليوم. من هنا جاء الشق الأول من سكون، وهو يتكون من أبليكيشن لمقدمي الرعاية. اللي بيصير إنه المريض بيكون لابس جهاز، هذا الجهاز بيقرأ إشارات الدماغ عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي. ترجمنا إشارات الدماغ هذه إلى مشاعر بدقة تصل إلى 96%. القراءات هذه بتوصل لمقدمي الرعاية للأبليكيشن المخصص لهم، بالتالي يكونوا قادرين خلال اليوم يشوفوا مشاعر المريض ويوفروا الدعم المناسب له. المشكلة الثانية اللي بيحلها سكون إن مقدمي الرعاية حتى لو كانوا يحتاجوا استشارة طبية بسيطة يحجزوا موعد ويروحوا عيادة أو مستشفى أو غيره. من هنا جاء الشق الثاني من سكون، اللي هو توفير ويب سايت للدكاترة. يصير الكير جيفر من خلال اللي هم مقدمين رعاية من خلال الابليكيشن يقدروا يطلبوا استشارة من الدكاترة، ويستجيبوا الدكاترة لهذه الاستشارات من خلال الويب سايت المخصص لهم. الدكاترة عندهم صلاحية بأنهم يطلعوا على سجلات المرضى والتاريخ المرضي للمريض عشان يقدروا يقدموا استشارة بشكل يلائم حالة المريض.